اليوم كنتواجدوا في مدينة الرباط لافتتاح المعرض الدولي للبصريات في الدورة السادسة. هذا المعرض اللي كيجمع جميع الفاعلين في قطاع البصري اللي كيشتغلوا في قطاع البصري من مبصريين، نظاراتيين، مزودين، جميع اللي كيهتموا بقطاع البصريات. وهذه فرصة ومنصة اللي كتجمع هاد الفاعلين كلهم اللي تسليط الضوء على المستجدات في هاد القطاع، وكذلك فرصة كذلك أنه كنجتمعوا كنحطوا التركيز ديالنا على ما يخص المهنة واللي كتحتاجوا المهنة، والتفكير في حلول اللي كتجاوب على المشاكل اللي كنعيشوها على المستوى اليومي، واللي كتجعلنا انه نقدموا خدمات تليق بالمواطن المغربي، وكذلك اننا كقطاع ينتمي لقطاع الصحة نحن في الاخير فاعلون في هذه المنظومة الصحية، واللي كنحاولوا ما امكن انه نشاركوا في تجويد والرقي بالصحة العامة للمواطنين. Thank you.